ايوه عزيز عزيز. علاش المعيشه غاليه؟ انتوما هما السبب وحنا ما غنبقاوش ساكتين لكم. الخضره غلات حيت المقلال، والمقلال حيت بزاف ديال الفهيميه، بحال نبيل عياشي تيقول المغاربه خصكم تشربوا على الاقل 3 لتر ديال الماء يوميا. علاش غتشرب يوميا 3 لتر ديال الماء؟ واش انت حامله وغدير ليكوغرافي؟ الا حصلناك تشرب 3 لتر ديال الماء يوميا، عول على 3 شهور ديال الحبس نافذه. سي نبيل عياشي تيقول المغاربه، وحنا عندنا فيديو اش دي تيقول المغاربه انا تنفطر بزيت العود وملي تنسالي تنشرب كاس ديال زيت العود. يعني فاميلا فيها 10 ديال الناس خاصهم 5 لتر ديال الزيت كل صباح. يعني الدوله خاصها دير عوينه ديال زيت العود في كل زنقه. يعني الدوله ما غتبقاش تبني سدود ديال الماء، غتبني سدود ديال زيت العود باش سي نبيل عياشي يبقى على خاطره. سي نبيل عياشي الا ما نعاودك التربيه وتاكل الحجر بالعدس وزيت العود وقت ما شتيني عيط لي عزيزه ماشي عزيز. هذاك فيصل مراكشي منضدرات نعمه شامله، عندنا فيديو عليه اش دي تيقول المغاربه خذوا وجبه كامله متكامله، كرو عنات بزيت العود والتويمه فوق نار شميعه، البيض البلدي، الخيار، خص الخروف، السمو، الجبن، المكسرات. سي فيصل الا ما نعطيكش وجبه كامله متكامله ديال العصا ردني قرض وشطح بيا في جامع الفنه. ممنوع شلاضه بالماكله، الماكله نيشان ولا وصلتوا ليها. ممنوع الكسكس بسبع خضاري، السميده وحدها كافيه. ممنوع السردين الكواري، الكواري بوحدهم كافي. ممنوع تدخل عند مول البصاره تقول يعطيني زلافه ديال البصاره والزيت مدوبله، الزيت ما تدوبلش. ممنوع تكوموندي في القهوه نص نص، النص كافيه، مي الفوي غتولي تتباع فوي بفوي. ممنوع تكثروا التقابي في البقرير، ثقبه وحده كافيه. تكيسوا على الماء الناس اللي ما تيشدوش الوضوء. ممنوع اعاده الاستنجاء والوضوء، بالعربيه تعرفت ماشي انت تحزق والدوله تنفق. تكيسوا على الماء. ممنوع تغسلوا الموتى اللي طيحوه جنون، ممنوع تشموا ليه البصله اللي طيحوه يقدوا به. سيدي سيلا هذاك اللي تيدير التحديات ديال الماكله وتيحول الشهيه ديال المواطنين، الا بتي هاد الليله في دارك جي عكر ليا. نداء لكل المواطنين، خليوا الحكومه ناشطه.